ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تمرينه جديده مع مانو. طبعا كلكم مستنين اكتر تمرينه بتحبوها. لعبنا رجل ولعبنا كتف ولعبنا دراع. في تمرينه كده بص في القلب في الحته اللي جوه دي، بنش. 99% من اللي بيلعبوا لعبتنا دي او بيلعبوا جيم عموما بيحبوا تمرين البنش. معرفش ليه بصراحه، يعني انا بالنسبه لي عادي، هي زيها زي اي تمرينه. بالعكس انا ممكن اكون بحب الرجل اكتر، انا عن نفسي بحب الرجل اللي فاتت دي اكتر، بس في ناس كتير قوي بتحب البنش فبيزهقوا بيملوا كل شويه. التمرين المعتاده بتاعتنا عايزين نحط شويه دروب ست شويه سوبر ست، عايزين نغير. تعالوا نشوف بقى الحاجه الجديده دي ايه. انا برضو زي ما قلنا المجاميع والعدات انا هقول لكم انا هخش ايه، لكن زي ما انتم عارفين وقلنا لهم في الفيديوهات اللي فاتت على حسب مستواك. مستواك كواحد بيجنر مش زي واحد اسليت او واحد محترف قوي او بقاله سنين بيتمرن منتظم. طبعا فرحتي لما ادفع اشتراك وباسمي بتمرن، ها بدفع اشتراك واروح، لا سنين بتمرن مش سنين بدفع في الاشتراك بس. وزي ما تعودنا نروح نسخن تسخينه حلوه. طبعا انا سخنت الكارديو بتاعي 5 دقايق، ده مش الكارديو الاساسي عشان تبقوا عارفين، واخش اتفرج على فيديو الكارديو من فوق. بس قبل ما نسخن ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، دلعني وتشهيصني كده، عشان زي ما انت شايف في شغل جديد وتمارين جديده وفيديوهات جديده يعني انا مدلعك، فظبطني ظبطنا ظبطك، دلعنا دلعك. بس خلاص يلا نسخن. طبعا يا عم مانو هنبدا ايه؟ بص عشان تبقى خدت فكره عني كده، انا بحب او بعشق ان ابدا بالكومباوند اكسرسايز في اول التمرين. مش غلط انك تلعبه في نص التمرين او في اخر التمرين حتى، مش غلط، لكن هو بيحتاج باور عالي، محتاج باور كبير قوي او طاقه كبيره قوي، فالافضل انك تخليها في اول التمرين عشان يبقى فيك باور. طبعا من اساسيات الكومباوند اكسرسايز ايه؟ سكوات، ديد ليفت، بنش بريس. هنلعب بنش بريس، فلات بنش بريس بالبار، 4 مجاميع من 8 ل 10 عدات بوزن نسبيا ثقيل، لكن بأداء صح وتكنيك صح، رينج اوف موشن كامل، وأوزان نسبيا ثقيلة. دلوقتي القبضة بتختلف، مسكة ايدك كده قافلة على البار او مفتوحة من على البار دي حاجة ترجع لك انت، لكن انت لو بتتكلم في الصح 100% انك في تمارين البوش تقفل ايدك على البار. طيب خلصنا البنش بريس 4 مجاميع 100 فل و10، هنخش ايه حبيبي؟ دبس. طبعا اهو، لا مش اهو استنى كده اهو، بس هنخش بتكنيك مختلف شويه، مش افتكاسه، لكن زي ما هتشوفوا دلوقتي هبدا من غير وزن خالص، هجيب عدد ممكن يوصل ل 15 عده، وبعد كده هبدا ازود وزن. طب هزود وزن ازاي في الدبس؟ ممكن يكون معظمكم عارف، واللي مش عارف هيعرف دلوقتي. يلا بينا. Thank you.
هنيجي بقى لنقطه مهمه في الدبس. هل فعلا لو انا ملت جسمي لقدام شويه هجيب بنش، ولو لعبت وانا مستقيم هجيب تراي؟ هل ده صح؟ بص، هو لحد ما صح. ليه بقول لحد ما؟ لان انت استحاله تعزل التراي وانت بتلعب مستقيم وما تشغلش بنش، والعكس وانت مايل استحاله تعزل البنش وما تشغلش تراي. الاثنين شغالين، لكن انت بتتحكم في النسب، النسب اللي بتشتغل ايه. لكن فعلا لو انت لعبت ستريت هتشغل تراي بشكل اكبر شويه من البنش، والعكس لو لعبت وانت مايل سنه لقدام بتشغل بنش اكتر من تراي. تقول لي طب انا يا عم مانو ما بعرفش العب متوازن، كمان هتروح تحط لي اوزان؟ بتهزر. اظن انت قلت لي الكلمه دي في الضغط وعملت لك فيديو للضغط، قلت لي الكلمه دي في العقله وعملت لك فيديو في العقله. فتفتكر لما تقول لي الكلمه دي في المتوازي عامل فيك ايه؟ اكيد يعني هعمل فيديو للمتوازي. يلا نشوف بقى هنحط وزن ازاي. وزي ما انت شايف اهو يا معلم، ده اللي انا ربطت فيه الوزن. ربطت فيه الوزن ولعبت قد ايه؟ لعبت 4 مجاميع. زي ما قلنا في الاول جبت 15 عده لان انا ما كنتش حاطط وزن، وبعد كده زودت الوزن ووصلت للاخر 10 عدات في اخر مجموعه. هل انت مجبر تحط وزن؟ لا، المهم انك تجيب اخرك. ايه فرهدت ولا ايه؟ احنا لسه في البدايه. هنخش ايه دلوقتي؟ هنخش انكلاين بنش بريس دمبل. هنخش 4 مجاميع برده من 10 ل 12 عده. صح طبعا انك لازم يكون في حد بيساعدك، بيساعدك بمعنى انه بيأمن عليك. يعني لو بعد الشر الوزن وقع منك او حاجه يقع منك، هو يأمن عليك، ممكن يساعدك في اخر عدتين، بس مش من اول عده يكون بيشيل. هو اللي بيشيل انت كده هتسيبه هو، وفي نفس الوقت انت ما استفدتش بحاجه. انا ليه ما فيش ورايا حد؟ ان الجيم فاضي، انا بصور والجيم فاضي عشان نبقى في الروقان، لا دوشه من هنا ولا حد بيرزع من هنا والنظام اللي انتوا عارفينه ده. فالجيم فاضي في الروقان، ناخد انا وانتو تمرين في اللذيذ. التمرين اللي فات ده اللي هو الانكلاين بنش بريس هنلعبه 3 مجاميع بس. هنخش بعد كده ايه؟ هنخش بعد كده سوبر سيت. طبعا انتوا عارفين التمرينه مع عمره ما تحلاش غير بالسوبر سيت، بدروب سيت. هنخش على الماشين من الميدل جريب، مش الابر ولا اللور، في اللي هي الماسكه اللي في النص هتشوفوها دلوقتي. سوبر سيت مع كابل فلاي، ابر كابل فلاي من فوق. يلا بينا نشوف التمرينه. طيب دخلت دي كم مجموعة؟ دخلتها 4 مجاميع 4 sets بس. سوبر سيت زي ما انتوا شفتوا. باختصار ايه هو السوبر سيت للي مش عارف منكم؟ حد باذن الله ما هعمل فيديو كامل عن الانظمة دي، سوبر سيت، دروب سيت، كومباوند سيت، جيان سيت، كل تراي سيت، كل دول اسامي في ناس كتير ما تعرفهاش، في ناس تعرفها قشطه، بس اللي ما يعرفهاش باختصار عشان تاخد التمرينة دي لحد ما اعمل الفيديو. فالسوبر سيت انك بتخش تمرينتين ورا بعض من غير راحة وبعد كده تريح كده 1 set او لا مجموعه.
بعديها تخش تمرينتين تاني ورا بعض وبعد كده تريح وهكذا. شوف بقى انت عندك 3 مجاميع 4 مجاميع، بالنسبه لدي نخش 4 مجاميع. لو عايز تتكلم في الصح قوي فدي ما اسمهاش سوبر سيت، دي اسمها كومباوند سيت. كومباوند سيت انك بتخش لنفس العضله تمرينتين ورا بعض كده. السوبر سيت انك بتخش العضلتين مختلفين، ظهر ورجل، كتف وبنش كده، عضلتين مختلفين ورا بعض برضو بنفس النظام، انك ما بتريحش من النص. لكن المتعارف واللي الناس كتير بتقوله دول الاثنين اسمهم سوبر سيت، سواء دخلت العضلتين مختلفين او لنفس العضله سوبر سيت. فالشيء بالشيء يذكر ان دي اسمها كومباوند سيت مش سوبر سيت في الاساس في الصح، لكن يعني ها عديها الناس لبعضيها. طيب هنخش ايه دلوقتي؟ هنخش انكلاين فلاي اللي هو تفتيح، اللي هو متعارف عليه باسم التفتيح، بس هنخشه على الانكلاين بالدمبل طبعا. ويلا بينا نشوفه. طيب يا سيدي المعلمين، دلوقتي احنا لعبنا دي كم مجموعه؟ 4 مجاميع. كم عده؟ من 10 ل 12 عده. في نقطه مهمه بقى في التمرين ده، انك ما ترميش ورا، رميتك لورا دي هتودي كتفك مش هبيده، انسى. فلازم تتحكم في الوزن كويس وانت نازل وانت طالع، وتلعب وزن معقول. دي مش تمرين عتاله، يعني ده مش تمرين هتلعب بيه 20 و30 و40 كيلو والكلام زي البريس، لا. ده تمرين بتعتمد اكتر على التكنيك. طبعا كل التمرين لازم تلعب بتكنيك كويس او تكنيك ممتاز، بس ده زياده عن اللزوم. لكن ده بتلعب بتكنيك وبتركيز زياده. هنخش بقى التمرين اللي جاي ايه. بص التمرين ده عليه كلام كتير هتشوفه طبعا وتعرف انا بتكلم عن ايه، بس الفكره في انه ناس كتير تقول لك ايه يا عم ده بيجيب تراي، لا فكك منه. تمام انا معاك انه بيجيب تراي، بس دي التمرين الكام؟ السابع صح؟ لعبنا 6 قبليهم، فوقك من 6 دول هات لي اي تمرين شيست لعضله الشيست ما بيشغلش تراي، كله بيشغل. لكن زي ما قلنا في تمرين الدبس او تمرين متوازي نسب، هي كلها نسب. ده بيشغل تراي بنسبه 30%، ده 25%، ده 40%. لكن البرايم موفر ايه؟ العضله الاساسيه ايه؟ هي الشيست. خلاص شكرا بقى، انا مش عايز حاجه من الدنيا تاني، خلاص انا عايز العب على الشيست. في تراي شغاله، في كتف، انتيريور تلتويد شغال طبعا، دول شغالين في اي تمرين شيست، دول شغالين اساسي معاك، دي عضلات مساعده. لكن هل هي عضلات اساسيه؟ لا مش اساسيه. فالتمرين الجاي ده هنخش كام مجموعه وكام عده؟ هنخش 3 مجاميع من 10 ل 12 عده. يلا بينا نشوفه. بس كده يا وحش خلصنا التمرينه، تمرينه قتله. المهم عايزك تخشها، وبعد ما تخشها وانت بتتمرن كده تتصور وتعمل لي منشن على الانستجرام، طبعا اكونت انستجرام اهو وهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. المهم ما تنساش، واللي نسيت اقوله لك في اول الفيديو، بس طبعا المفروض انت تكون اتفرجت على الفيديو الاساسي اصلا، الجيف اواي. في جيف اواي جامد قوي دلوقتي، اول ما نوصل باذن الله ل 5000 سبسكرايبر في مفاجاه حلوه، والشروط سهله مش حوار. عايز تعرف المفاجاه بقى والشروط والكلام ده عشان ما نطولش في الفيديو، خش على اللينك اللي فوق، هتلاقي الفيديو لسه نازل قريب. والشروط مش صعبه، يعني الشروط مش مستحيله، واخش اقول لك اعمل فولو لكل اللي عندي والكلام اللي بيتقال اللي انا ما بحبوش. شروط بسيطه تخش تعملها، وباذن الله فرصتك مش هتتضاعف، لا ده هتبقى تريبل انك تفوز لو عملت الثلاث شروط مع بعض. تقدر تعمل شرط واحد وتكسب برضه عادي، لكن انت
فرصتك هتبقى اعلى واعلى واعلى لو عملت ثلاث شروط. ما تنساش تخش على الفيديو ده. وطبعا كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الظهر. هنخش ظهر وبعدين هنخش بنش وباي وظهر وتراي وبنش وتراي وبوش بول ليج وابر اند لور وفول بادي ورك اوت سيركت تريننج. بص هشهيصكم. فتنزل تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو الجميل ده. والاستفسارات التدريب الاونلاين خش على اللينك اللي تحت تلاقي فيه اونلاين تريننج او كلمني على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام واتساب وانا هرد عليك على طول. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.